حياكم الله، حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. بآثار باهظة على اللاعبين والأندية، إصابات نجوم المستديرة تؤرق عشاقها، وجداول المباريات تفرض ضغطا كبيرا على اللاعبين. أتلتيك بلباو ينهي مباراته بالتعادل مع مستضيفه روما بالدوري الأوروبي، وأتلتيكو مدريد يكسب نقاطه الثلاث بهدف ألفاريز في الدقيقة الأخيرة. أعلن الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق اعتزاله لعب كرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فاران قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته الأولى مع نادي كوما الإيطالي الذي انضم له حديثا في مباراة بكأس إيطاليا أمام سامبادوريا. وفي آب الماضي أزيل اسم اللاعب الفرنسي الدولي من قائمة الفريق للموسم الجديد، واضطرته الإصابة حاليا لإنهاء مسيرته. وفي منشور على إنستغرام قال فاران: وهكذا تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، سأظل مع كومو ولكن بدون استخدام حذائي وواقيات الساق، وهو أمر أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبا. وأضاف: حاليا ولكل مشجعي الأندية التي لعبت لها، لزملائي والمدربين والعاملين، من أعماق قلبي شكرا لأنكم جعلتم هذه الرحلة مميزة بشكل أكثر مما كنت أحلم به. إذن تعد إصابات لاعبي كرة القدم مشكلة رئيسية تواجه معظم الأندية، خصوصا في ظل ازدحام جداول مباريات البطولات. فنجم مانشستر سيتي رودري غادر ملعب الاتحاد أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة الخامسة من البريمير ليج بسبب قطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لنحو 8 أشهر، أي أن موسمه انتهى مع السيتيزن. أيضا خسر هانس فليك مدرب برشلونة خدمات مارك ميرنال لاعب خط وسط الفريق، وسيغيب عن معظم الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. وتشير بعض الإحصائيات الرياضية إلى أن لاعبي كرة القدم يتعرضون خلال مسيرتهم الرياضية لإصابات من 5 إلى 15 إصابة، 20% منها متوسطة الخطورة و2% منها شديدة الخطورة، قد تهدد مسيرتهم الكروية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مرسين محمد عجيل، معالج فيزيائي. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بكم، أسعد الله مساكم. سؤالي الأول: ما هو أخطر ما يتعرض له اللاعبون من إصابات رياضية؟ هلا مثل ما ذكرت وكتبت، طبعا إصابات رياضية يعني كثيرة، اختلاطات شائعة جدا بالملاعب، يعني عندنا من الإصابات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وخاصة الأمامي، الكاحل، هدول الأساسيات الرئيسيات. وفي عنا إصابات النسج العضلية والأربطة بشكل عام، زنار الحوض، الظهر، العضلات. يعني عنا طبعا، ما أن هي نحن عم نلعب، عم نحكي عن كرة القدم، فطبيعي يكون عنا نحن، وهي لعبة خشنة بطبيعة الحال.
تصادمية، لعبة تصادمية، يعني من يعني رياضيات رياضات كثير نحن كعلاج فيزيائي نتداخل فيها لأنه بحاجة لتأهيل جيد وطويل. ايه فيعني عم اصابات الاطراف السفليه هي الشائعه جدا يعني بكره القدم. استاذ محمد، هناك احصائيه رياضيه تقول ان نسبه التعرض لخطر الاصابه بتمزق الرباط الصليبي الامامي حصرا لدى لاعبي كره القدم 80%. شو هو الرباط الصليبي وما هي اسبابه؟ الرباط الصليبي نسيج ليفي وتري بيمسك العظم، العظم الفخذ بعظم التيبيا عظم الزنبوب. فهو المسؤول عن ثباتيه القدم اثناء اللعب اثناء الحركه. ف يعني هو اساس اي حركه عند الرياضي بالطابه. فلما بده يكون عندي انا عوامل مسببه للخطوره، التصادم، الحركات الدورانيه السريعه، مشاكل عدم توازن العضلات بالساق، فانا هون عم بدخل باحتماليه الاصابه. طبعا الاحتماليه عاليه بس تتفاوت، يعني هي 80% ما انا ثابته. بتتعب هون بدخل بالموضوع شغلات كثير، بنيه الشخص الرياضي، توازن العضلات عنده، تدريبه، تحمله، تغذيته، قديش هو بيشتغل على حاله. فالعوامل كثيره هي اللي بترفع او بتقلل نسبه حدوث الاصابه. طب في مضاعفات أخرى لإصابة الرباط الصليبي لدى اللاعب؟ طبعا في مضاعفات أكيد. أساسا ما حكينا إذا كانت البنية ما أنا يعني متعوبة علي وما أنا جيدة فهون مشكلة. فهون إذا صار عندي إصابة رباط صليبي فبصير عندي خطورة أنه أنا عدم استقرار ستابيليتي تبع الركبة بصير منو ثابت، بصير عندي أنه خطورة على الغضاريف، الأوتار الجانبية، الكابسولة بشكل عام، المحفظة تعيت الركبة بصير مهددة، بصير عندي خشونة. إذا صار عندي خشونة بالمفصل فهون أنا بصير عم باخذ من عمر المفصل، وقديش بده وقت ليرجع اللاعب على الملعب، وقديش هو مع الزمن حيحتاج لتداخلات ثانية جراحية كانت أو ريهابيليتيشن، تأهيل دوائي، مشاكل بالأربطة، التهابات بالنسوج. فعندي هون اختلاطات كثيرة. فترة العلاج أو فترة التأهيل بتمتد بين 6 إلى 9 أشهر، مزبوط الكلام؟ لا أبداً ما هو مزبوط، بيعتمد لشغلات كثيرة. هلا هون أنا عندي نوع الإصابة أولاً، هلا نحن إذا عم نحكي عن إصابة كاملة وعمل جراحي تمام، هون بصير عندي إنه أنا الخطة اللي بدي أحطها للمصاب للرياضي حسب بنيته، هل هو اصلا بنيته جيده؟ يعني هل هو هذا البرنامج اللي حيخضع له بيمشي معه 6 شهور مثلا؟ ممكن يكون اقل شوي، لا ممكن يكون اكثر. تمام، يعني ترجع البنيه الجسديه للاعب. البنيه الجسديه والسيكولوجيه، يعني في شغلات كثير هون بتدخل على فكره، ما بس الجسديه. اراده اللاعب، تصميمه، هو قديش عنده بالاراده انه يشتغل على حاله وعنده هي القدره، هي بتعطينا كثير على فكره مكسب بالزمان، يعني نوفر زمن ويكسب انه يرجع بسرعه على الملعب. برايك العوده السريعه للملعب ما راح يكون حذر اكثر بالتعامل او بالاحتكاك مع اللاعبين الاخرين في حال كان عنده؟ ضروري جدا جدا، لانه اذا طبعا انت كل ما اعطيته فتره اطول للاستشفاء ريكفري، فتره الريكفري يكون عنده منيحه، انت عم تضمن انه يرجع بامان اكبر. رجع بكير انصاب بكير، يعني كل ما رجع اسرع على الملعب نسبه الاصابه بتكون اعلى. يعني انت اذا فورا رجعته الملعب هو منو يعني منو مؤهل منو جاهز، فانت هون عندك الاصابه عاليه انه يرجع مره ثانيه يصير عندي انتكاس بالرباط يعني او بالنسيج او بالوتر. ذكرت حضرتك حدث مع رونالدو البرازيلي الظاهرة بال 99 وقتها كان مع انتر ميلان وتعرض لإصابة، غاب عن الملاعب فترة، رجع بال 2000 كمان انصاب مرة ثانية، وقف سنتين تقريبا، وبال 2002 ربح كأس العالم مع منتخب السامبا وكان هداف البطولة بثمان أهداف. تماما، لأنه رجع عمل ريكفري فترة طويلة منيحة، رجع يعني مكن حاله تمام، اشتغل على حاله تمام، عملنا بنية جيدة، عضل جيد، رجع بامان. اما اذا انت بدك دافع مصاري باللاعب والله بدك ترجعه على الملعب وهو منه جاهز منه خالص، بدك تتوقع انه يرجع ينصاب مره ثانيه، وهذا اللي عم بيصير. طب برايك هذا الامر قديش بياثر على الانديه اللي عم تدفع اموال طائله لقاء الاستحواذ على لاعب من اللاعبين مثل ما صار مع نيمار وفريق الاهلي السعودي؟
دفعوا مبلغ طائل، لعب خمس مباريات وتم إصابته، ومن ثم صار يعني على فريق البدلاء جالس بالدكة. هذا اللي عم نحكي فيه نحن، هذا اللي عم نحكي فيه، انه 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 يعني اذا ما انت ما اعطيته الوقت اللازم لحتى ترجع تخليه جاهز انه ينزل على الملعب، فانت حتخسره. المشكله انه هن دافعين مصاري وبدهم يحاولوا، جمهور ما بيرحم، الانفايرمنت عموما تبع اللعبه تبع الموسم بده يكون بحاجه انت لهذا اللاعب، وازدحام جدول المباريات طبعا، وهذا ستريس قوي على اللاعب. انت اللاعب وقت اللي عم تنزله عليه ستريس، هذا انت عم كمان عم تعلي فرصه الاصابه مره ثانيه. يعني انت مثلا بتكون نازل عم تلعب مرتاح، غير لما انت عليك ضغط، انت مسؤوليه بدك تجيب، فهذا يعني بفرض عليك انت توتر عالي بالجسم بالعضله، فنسبه اصابه اعلى. طب برايك في امور ممكن انه اللاعب يتبعها لحتى يتجنب الاصابه بهذا اللي هو هاجس المدربين وقلق اللاعب، الرباط الصليبي؟ هلا طبعا اكيد في عندنا نحن شيء اسمه سترينثينج كونديشنر، يعني انه انت تخلي عندك خطه صحيحه. هلا ما في بحكي انا ما في لاعب مثل الثاني، بس بدك تحط لكل لاعب خطه، تشوف انت نقاط ضعفه، تغذيته، البنيه عنده، اذا في عنده نقاط خلت بدك تشتغل عليها، فهيدي قصص اذا عرفت تشتغل عليها صح بتكون انت مجهزه صح للاعب لحتى تستفيد منه. فهون اللاعب والمدرب يعني هن مفروض يكون في توافق جيد لحتى يكون عم يعطيك لاعب يعني قدر الامكان محمي. طب برايك كمان لازم يعمل تاهيل نفسي لحتى يرجع بعد الاصابه؟ ضروري الى جانب المعالجه الفيزيائيه. طبعا هلا ما كل للاسف ما دائما بياخذوا بهيدي القصه، بس هذا موضوع كثير مهم، العامل النفسي عند اللاعب والاراده كثير مهمين انه هو يرجع بشكل صح على الملعب، والعكس بالعكس. تمام، من مرسيل محمد عجيل معالج فيزيائي، شكرا جزيلا لك. يسعد مساكم. تعادل نادي أتلتيك بلباو الإسباني مع مضيفه روما الإيطالي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بهدف لكل منهما. افتتح روما التسجيل عن طريق لاعبه الأوكراني دوفبيك في الدقيقة 32، ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق فاجأ الإسباني آيتور بارديس الجماهير الإيطالية بإحرازه هدف التعادل لفريقه ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في الجولة الأولى. قاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز فريقه أتلتيكو مدريد لفوز صعب على حساب مضيفه سيلتا فيغو أمس الخميس في ختام الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف وحيد سجله في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ويدين أتلتيكو بالفوز إلى حارسه أوبلاك الذي تألق بشكل كبير واستطاع حماية شباكه أمام عدة فرص خطرة لسيلتا فيغو. وبهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فياريال، ومتأخراً بنقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مباراة الديربي التي ستجمع أتلتيكو وريال مدريد الأحد المقبل. قلب فريق فياريال تأخره إلى فوز ثمين على حساب مضيفه إسبانيول أمس الخميس بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني. بادر إسبانيول بالتسجيل عن طريق غوفري كارياراس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وبعد خمس دقائق من الوقت الضائع للشوط ذاته أحرز أيزوري بيريز هدف التعادل للغواصات الصفراء، وعاد بيريز لزيارة الشباك مرة أخرى مسجلاً الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 63. وبهذا الفوز رفع فياريال الذي تلقى هزيمة مدوية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام ضيفه برشلونة في الجولة السادسة، رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر. تابع
تأهل فريق نابولي بسهولة إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه بالميرو المنافس في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي. وشهد الشوط الأول تسجيل نابولي لثلاثية عن طريق سيريال ناغنوغي بواقع هدفين في الدقيقة 17. وقبل نهاية الشوط الأول أضاف خوان جيسوس الهدف الثالث، وتحطمت أمال الزوار عندما تم طرد اللاعب ألوغزا فاسيتش في الدقيقة 58 من عمر المباراة ليكمل باليرمو اللعب بعشرة لاعبين، الأمر الذي استفاد منه نابولي وأضاف هدفين في الدقيقتين 77 عن طريق ديفيد نيريس وسكوت ماكتوميناي. فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي برباعية نظيفة في مستهل مشواره بمسابقة الدوري الأوروبي أمس الخميس على حساب مستضيفه بشكتاش التركي على ملعب يوهان كرويف أرينا، وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض كيان فيتس جيم مستفيدا من خطأ دفاعي من لاعبي بشكتاش لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس. وفي الشوط الثاني ضاعف البلجيكي ميكا جوتيتس النتيجة لأياكس في الدقيقة 51، وبعد 4 دقائق زار كينيت تايلور شباك بشكتاش ووقع على الهدف الثالث ليعود جوديتس ويرفع رصيد أياكس إلى 4 أهداف في الدقيقة 73، ويستقبل بشكتاش في الجولة القادمة على ملعبه باسطنبول ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني، في حين سيخرج أياكس أمستردام لملاقات سبارتا براغ التشيكي في 3 أكتوبر تشرين الأول المقبل. حقق فريق فنربهش التركي فوزاً صعباً على ضيفه سانتي جلواز البلجيكي بهدفين لهدف أمس الخميس على ملعب أولكر في إسطنبول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي. تقدم فنربهش في الدقيقة 26 بفضل تشالار سوينجو، وعند الدقيقة 73 شهدت المباراة طرد الأرجنتيني ماك أليستر من صفوف سانت جلواز قبل أن يأتي الهدف الثاني بفضل الإنجليزي بورغيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82. وقبل نهاية المباراة تم طرد البديل النيجيري سامويل من طرف فنربهتشا، واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، ولكن الكرواتي إيفانوفيتش أهدرها ونجح الإنجليزي روس سايكس في تقليص الفارق في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكن ذلك لم يمنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينو من الاحتفال بالفوز والنقاط 3. يلتقي قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك الليلة على 9 بتوقيت مكة المكرمة بملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية في مباراة القمة على كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم ضمن موسم الرياض. ويأمل الأهلي في إحراز لقبه 9 في السوبر وتعزيز رقمه القياسي بعد أن خسره 3 مرات آخرها العام الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في حين يتطلع الزمالك للفوز باللقب للمرة 5 والأولى منذ عام 2020، وهذه المباراة 11 بين الكبيرين المصريين في البطولات الأفريقية، فبالإضافة إلى السوبر الأفريقي عام 1994 تواجها 9 مرات في دور الأبطال، فاز الأهلي ب6 مرات مقابل فوز وحيد للزمالك عام 94 وتعادلا 3 مرات، وكانت أبرز هذه المواجهات مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 بالقاهرة والتي عرفت باسم نهائي القرن. إلى هنا ختام شوط إضافي، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.